لك ايه دخيلك يعني شو حيطلع منها؟ لا سيدي بيطلع منها، بيطلع كثير. انت بالنهايه اذا مواطن حاقد، انا مواطن عنده طموح. لك هي مو حاقد، هي كلمه ثانيه بتعبير. هي علينا هلا كنا عم نحكي بالحب، شو جاب هي السيره يا عروق؟ وانت ليش خايف؟ كون خايف يكون خطي حلو لك حكيم. والله انا من يوم يومي هيك تعودت اني ما احكي حتى بيني وبين حالي. يعني انت بالنهايه ابن البلد يا عروق، اما انا بكل الاحوال انا وضعي منيح بالنسبه لشاب تخرج جديد. وحتى طارق متغير انت مو من يوم يومك. قلت لك صار عندي طموح، صار عندي شيء اخسر. لا أنت بيجي، قلت لك بيجي بيجي بيجي. ضلي إذا قابلتيه بضل بيركض وراكي، بكره بتزبط أموركم وبتتجوز. بتحكي هيك مشان تروقيني ما؟ لك إيش شايفتيني أبو العريف؟ بس يعني أكيد بيجي. ليش لهلا ما أجا؟ يا ترى وين احسن لي اخذ بيت؟ صحنايا ولا خان الشيح ولا جديده؟ لازم نقي منيح. انا بايع اولادي مشانه. لك اخ انتي قاعده عم تفكريني بشقفه فصعون. ان شاء الله هنادي انا اختي حبتين تياهم يدوروا. اتركيني ايه؟ شو يعني متغشش؟ يعني ماكش فرحان؟ لا بس لانه وضعي الاجتماعي انا ما بسمح لي اسهر بهيك اماكن. انت عادي، ايش دخل هذا في هذا؟ نورمال. لا انا قاضي يعني، حي الله كلام. قاضي. عجبتك الشام؟ حلوه ما حوست شو بدي. ايه اماني كيف رضاكي عن دكتوره؟ لا تمام. انتو كيف شايفين؟ لا ممتاز، هو بصراحه ما بينخاف على حدا بين ايدين سامره. هون ما بدي اشوف حدا ما كأنه هي فاصلة. طارق كيف المشفى؟ عفوا المشفى كيف؟ تمام. حسي كأنه إلي دهر ما شفته. كيفك أنت يا جريتا؟ لا تخاف ما بقول لأبوها. استفحصي الدكتور المكتب مين؟ أنا يمكن عندي نزلة مع موكل بكره. سعد خلينا نروح الله يخليك مشانتي. لا وسهلا. فلسطيني؟ لا أرضى. شو صايرة تهمة هيك؟ سامحني ما فهمتكش. قلت لا يعني فكرت انه عم يلموها. بتعرف هلا الفلسطيني بيكون الشغلة كثيرة. كيف؟ سامحني مانيش قاعدة نفهم فيكم، والمغني هذا صوته ياسر خايب. لا ولا شيء، بس عم بحكي له شغلة صغيرة. هلا الفلسطينيين اللي هون اجوا لاجئين ومعترين وطفرانين، على اساس قاعدين كم يوم وكذا. طبعا قعدوا هون وتعتروا. الفلسطينيين اللي بتونس راحوا القيادات، بتعرف القيادات معهم مصاري. يعني دهشتها هي مديح مو ذم. بيش قالكم غني لكم اغنيه؟ ايه ايه امي باهي. معلش يا جماعه انا بتصحوني تركي امي لحالها ومضطره اروح. يا رب احنا نصلي وبعدين باخذ نمر وبطلع اروح. ماني ماني شوي تصبحوا على خير. اقعد انا مش احنا شغل. معلش يا امي بس اتصل شوي. صباح الخير يا جماعه. انا بدي اشوف خليني امي. انا بوصلك بركي اجت هارموني. يلا يا جماعه اسمعوا الاخير. انت بخير؟ الله معك. Bye, 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 bye
تذكرت شغلة سخيفة شوي. صدقنا الحكي صدقنا الوقت بيهدر كل شيء مو بس الحب. شكرا. مشان هيك أنا بحبها لسارية السواق. لا تقلي هلا ما بتعرفها لسارية السواق. لك لعيونك واحلى سارية السواق. بحب أقال ترافقه مثل الخيال، بحب تبقى إله غير في حالة مسكرة أو شي تحت بيملكها وبينسى إن مرى. بحب ترافقه مثل الخيال، بحب تبقى إله غير في حالة مسكرة أو شي تحت بيملكها وبينسى إنها الهوى. سامر باشا بده نحكي؟ يلا لحتى. شفت كيف؟ ما بدها القصة كثير لحتى نكون مبسوطين. شوية حكي. شوية هيك حلحلة لأمورنا. هلا أنا كنت عم بسأل حالي انه انا ليش هيك دائما بنق عليه وبقول له قوم نام جوا؟ ليش انا ما اجي نام جنبك هون؟ ايه؟ بصير نشوف تلفزيون مع بعض، وحتى بشوف اخبار يا سيدي معك. بتعرف هاي الصوفايه اللي بتصير تخت؟ شو رايك بكره ننزل نشتري وحده؟ يا الله يا الله، شو احيانا هيك بتكون الحلول بسيطه وقدام عيوننا وما بنشوفها. اللي شو كنت بدك تقول؟ كنت بدي اقول لك انه انا بحبك. وانا بحبك سامر. بحبك مشان هيك بعصب منك. يعني لو ما بحبك ما كنت اهتميت. العكس، كنت ريحت حالي. حتى عم عصب أكتر لأني بسأل حالي إنه معقول بعد كل هالعمر لساتني بحبك للقد؟ قلي شو كنت بدك تقلي كمان؟ فيني خلي الكلب؟ طبعا حبيبي، أصلا أنا ما عاد أقدر أستغني عنه. شو وين شاردي؟
رح يهر عليك السقف بعد شوي. شو بعرفني؟ صرت قايلهم أكثر من 20 مرة وكل مرة بيقولوا لي بدهم يصلحوه. لا بقى تقول لهم، ارفع عليهم دعوة. أنت بتعرف إنه صار لك ساعة نقص بالحمام؟ آه، مشان هيك ملتئمة؟ ماني ملتئمة. بس لي ساعة ونص عم بتصفن بالسقف لحالي، بدي شوية وقت لأرجع طبيعية. عن جد أنا آسف، بس والله سردت. سردت؟ قلنا 6 شهور مع بعض وهي أول مرة بنام عندك فيها. توقعت فيه إلايك محضر لي فطور مثلا. ولو تحضر وبيحضر واجبك معي، أحلى فطور هلا. بس نتجوز ببيتنا بدي حط كنباية بالحمام. إيه مو غلط. جريتا، كنت بدي أقول لك مشان. لا تقول لي شيء، خلينا نقوم ناكل ونحكي ونحن عم ناكل. قديش بدك وقت لتلبس؟ ساعتين؟ حتى الكلب. كسرت خبز بالإيد وعشاق لبسه جديد، كل ما إجوا يعيدوا بينسرق يوم العيد. إنه صار الواحد يكون فيه له شيء خاص بالبيت. يلا عندك هذا المعطيات موت. شو كنت بدك تقلي؟ احكي شو بك، شو عم لعب من غير كلام؟ شعر ايديكي. شو بو؟ سلامتك، بينضفر. اي لا بلا غلاظة، اشقر مو مبين. مو مبين قلتها هاد. لا تطلع فيني هي التطليعة، ما رح اشيلهم، بكفي شعر رجلي. ايه اللي بسمعك لان بيقول انه انت مضيتي يا سكر رايح سكر جاي. ايه على قد ما عم تخليني البس تنانير. اول شيء هي مو تنانير اللي بتلبسيها، ثاني شيء انت عم ترتبي كرمال الناس، طب انا شو؟ انت طارق طبيب مقيم سنة أولى. انا ما عم امزح، انا عم بحكي جد. قوم دوبنا نلحقها. ليش دائما ما بتخليني كمل حكي؟ معك حق، هو ما صار في شيء ما تخانقنا عليه غير شعر رجلي. شو كنت عم تقول؟ تفضل. انا بترتب مشان العالم؟ ما انا مفكره انه انت ما عندك مشكله كونه انا ما عندي مشكله انك مش عراني. بعدين ليش يعني البنات لازم يشيلوا شعر جسمهم وعنا بتصير القصه مقرفه وعندكم رمز للرجوله؟ مع العلم وانت بتعرف انه هنا نفس التركيبه العضويه وانتم مفرزاتكم اكثر، صح ولا لا؟ ايه امي 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 لك امي. لا ما بدي اقوم، بدي كمل هالحديث المهم. تفضل، شو كنا عم نحكي؟ ما نحن خناقتنا شامله من القضيه الفلسطينيه لشعر الرجلين. هلا رح تتحول الخناقه على كيف بقارن هي بهي. جريتا، حابه ننفصل في 100 طريقه غير هي. انا حابه هي الطريقه كثير، طريقه الواكس بتعجبني كثير، وعلى فكره التنانير اللي عندي تنانير، بس انت متخلف. اذا انا متخلف ليش ضالي معي؟ لاني حماره. عم نحكي كانه صار لنا 10 سنين متجوزين. شو لون الورده اللي بدك تحط لي اياها على السياره اليوم؟ صرت حاطه كل الالوان. ولك بحبك انا جريتا، بحبك بموت فيكي، بحبك وقت بتعصبي، وبحبك وقت بتعيطي، وبحبك وقت بتضحكي، وعلى فكره بحبك كثير وقت ما بتدخني. يا الله يا الله، مشكلتي انه قلبي طيب. اه يعني انا على اساس مالي طيوب؟ بعدين احنا خلص حلنا نعرف بعضنا. ها؟ ها؟ ليش ما بتقرفوا من شعر الراس؟ لا وللنكايه الوحده قد ما يكون شعر رجليها كثيف، شعر راسها بيهر. معلش تفزي بهي السيره لحالك اذا سمحتي. اوكي. جريتا، بدي اقول لك شغله بس ما بتزعلي؟ قول. ما بتزعلي؟ شو في كمان؟ تفضل.
انت ما عندك ولا قطعه ثياب عاديه؟ ثياب عاديه يعني، انت بالنهايه رايحه على مشفى مو رايحه على مسبح. شكلك حابب تترك لي اياها مفاجاه. عفوا؟ لون الورده. فيكي؟ طول عمري متحملة شخيرك يعني. ما عاد فرق صوت التلفزيون. يا رب يا رب يا حرام يا حرام، شو حالتك بتحزن عن جد؟ مرتك عم تضطهدك وتنام جنبك حاجة مشان الله راح ابكي. لا اوعك تبكي دخيلك، هلا بيرجعوا بينتفخوا عيونك، دافع مدري قديش ليروحوا على البقبيء. ولا ما عملتي؟ شو بكي؟ سلامتك، صحي ولا؟ بدي اعمل بوتوكس، تعمل لي انت ولا اروح عند حدا غيرك؟ لك حاجة يا نادية، شو بكي؟ جربتيهم مرة واحدة خلصنا. طيب انت ليش بتصبغ شواربك؟ يعني شو بيفرق البوتوكس عن الصبغة؟ فرق البوتوكس عن الصبغة؟ يبدو انه حضرتك ما بتعرفي انه البوتوكس هو بكتيريا شغلتها انه تشل العضلات، يعني فيها ضرر ولو بنسبة ضئيلة. بعرف، بس كمان ممكن انزل على الشارع وتضربني سيارة. خلاص يا اختي خلاص، بعمل لك اياها اهلا وسهلا، خلصينا. صحيح مشان عيادتي شو صار؟ شو صار؟ يعني كم شهر إلك عم تدوكرها؟ ما كان يخلص الديكور؟ زمان عيادتك خلصتها بشهر. ايه خلص تكرم عينك، بكره الصباح بترك شغلي وبنزل بتفرغ لعيادتك. لا لا كله إلا شغلك، بس يعني بيسوى هيك تمر كل كم يوم تشوف شو صار بالشغل. لأني بتذكر وقت اللي قلت لك بدي سلمها لجوز خالتي قبيت علي هيك فرد قبي وقلت لي ليش ما عندك جوز؟ تفضلي روحي سلميها للسيد مؤية جوز خالتك، لأنه حضرتك على ما يبدو نسيتي وقت سلمناها البيت شو عمل. ما ضل ستوك بالبلد ما جاب لنا اياه وحاسبنا على أساس إنه رغب أول، ولا نسيتي؟ لا مو لهالدرجة. مو لهالدرجة؟ هلا أنت ليش لهلا عم تاخذ دواك؟ ليش لهلا عم ما تاخذ هذا عسل الزلوع؟ نادي شو بكي؟ سهرات البغلة وهي ما عم يفوتوا فيهم. لسه ما اتصلت؟ مو مشان هيك انا عم بكي، بس انا عن جد صار مثل البغلة. لك شو بكي ولي؟ انا ريما. شو فيها اذا بكيتي لك شوي لانه بتحبيه يعني لانه ما اتصل؟ وقت ما راح حلفت عمر ما حكيت مرة واحدة. طب وما بدقي له انت؟ قلت له خارج التغطية. انه انا ما بعرف يعني هو ليش هذا لي موبايل اذا دار موبايل وخارج التغطيه. لك يا حبيبتي كل الشباب قصدي كل الرجال بس يغرقوا بالشغل ما بيقعدوا بيفكروا بالبنت اللي بيحبوها، لانه هن اساسا ما بيحبوا غير حالهم. هلا ما بدي اقعد نظر عليك، اللي فيكي مكفيكي. احسن هلا بدي اقول لك شغله، صحي سيره مالك علاقه فيها، امه لمونزه اتصلت فيني وقال انه عيد ميلاد ابنه بدها يعني يبعث لي حمى. انتي عم تعاني وانا مبسوطة حقيرة انا ما بس بدي كفي السيرة. يا عروف لا بابي لا، انا شو بدي لك بالسيارة هذا؟ فوق الحفوضة ولا بلا حفوضة؟ ولك يا قرد قلت لك ألف مليون مرة بتخلص السيجارة جوا بتنقبل بتطلع. لك هذا مو هون بتلبسها اياه، بالمسبح بالمسبح بتلبسها هذا المايو. بالمسبح بالمسبح طولاني ملاحظ؟ ايه ما شاء الله بتطلع طويلة كثير. لك يا رجل احيانا بنحكي معي عم تطلع فيني بحسها فهمان يعني. والله العظيم ما شفت انا بعمري هيك. انا بلشنا بشو؟
تبع ابني أزكى واحد وأطرف واحد، طلع بعيونه شوف شرار الذكاء اللي عم تطلع من عيونه. ابني كبر بعمره، بتعرف انك وغد. لا مو لأنه بنتي، لك والله عن جد مو لأنه بنتي، بس طلع فيه وقت تحكي معه وطلع بعيونه بتحسها قدك يا رجل. يقبرني. ايه ما شاء الله كان فعلا هي بتحسها بتعمل شغلات أكبر من عمره. إنه شو يعني أنت هلأ عم تجذبها؟ ولك إيه حيرت قلبي يا زلمة، كل أولاد بهذا العمر بيعملوا نفس الشيء، حتى أنت وصغير كنت تطلع بنفس الطريقة. بس حلوة قلتها، بتشبه أمك. شبهك قرد اللي يخلع رقبته. يا عروب أكيد ما في مشكلة ناخدها على المسبح، مو أخذ كل لقاحاتها لأنه طب عمرك يا سيدي. باديا جيب لي التليفون. ليش باديا ترشطي؟ جيب التليفون. ما عندك؟ مش تعالي وريك هذا امور ربيع سهل، خط رشطي بسرعة. غسلي لك استحي ولدك. يلا هلا هلا بعد قلبي هلا حبيبي حبيبي ابو ربيع، طال عمرك حياتي. تريد نتقابل؟ ولك حبيبي بفضي لك قبو حياتي بعد عمري. شنو؟ وش رايك نتقابل عندي؟ لك حبيبي انت تشاور واللي تريده يصير. احلى ابو ربيع حبيبي. حبيبي وش تريد البس لك؟ مع السلامه حبيبي. مع السلامه. مع السلامه. بدهم يجون هنايا؟ لا بيكي يريدون شهرة. وقل دخلك بين كلامي، قل عنهم. تعالي. نعم. كيف التليفون؟ ما رح يرد عليك، بارتش تطلع نتيجة وتعرفينها. حبيبتي يا قلبي أريد أعرف وش آخرة الدروس خصوصي دفعت دم قلبي فيها. قلت لك ألف مرة ما ودي دروس خصوصي، فلا تمنينيني. مش معناته الحكي ولدش؟ ما معناته إشي. خاطرتش تعي لهون. وين مبيوعة؟ بشوف أدهم. ولويش؟ انتي أدرى. ولك باديا مو اتفقنا قافي؟ ما قلت لك جيبيه هنيا؟ ولا شكلك شنو؟ علقتي بالقصة؟ انقلع من وشي. مقلوعة بس متى توصل الخدامة الجديدة؟ يا قلبي على كثر ما تشتغلين بالبيت. لا بس مشان تشيل عني تشطف والضرب. ولك باديا كافي عاد حبيبتي، خذي منه موعد وجيبيه هنيا، هذا هو اللي يأمن لك البيت. افتهمي بقرة؟ روحي. كم مرة ودش تعيدين السيرة؟ افتهمتها. لا والله منك فهمانة شيء. انقلعي. استنى ما بصير. يعني انه صغيرة لسه ما اخذت كل القحط. خلاص بلا هذا الروح. بكرة بس يصير عمرها بنتك 18 سنة بتصير تروح لحالها. انه فهمني شو حيصير عليها يعني. شرف هي عمي يا زلمة شو ساير عصبي بنقاب. انت مداك الوقت لسه ما شفتها؟ مين هاي؟ مين يعني؟ لما تغير فهمنا بس نخرف كمان. استرى عرضك خلصني بسرعة، عندي درس الساعة 5 بعد الظهر. لو بيلحي الله يرحم وقت اللي كنا صياع. ما قلت لي مداك الوقت لسه ما شفتها؟ بلا لا. طب هي كمان معقول ما اجت لعندك يوسف؟ لك اخي تركت الدنيا وعبدتها لهالسيرة، خلص خلصنا منها. تعال اشتري، تعال شوف مين اجا. شو في؟ الاكس فايف. شو؟ الاكس فايف القديمة تبعك اجت، تعال شوف سيارتها تبعك. سيارتها؟ لكن يا عمي العز دروز وسعد شنق حاله. عمي ان شاء الله خلي الباب مفتوح، رح افطس من الشوب شوي تانية. طيب طيب انا نازل على الشتورة اسحب مصاري. ها لقيتهم نضل عايشين مثل الشحادين يعني؟ ابوك قال انتور يعني انتور. ها لكن ليش عمل دقشة هامة بحطهم باسمنا ببني مشان بكره بعد ما نموت يقولوا كلك عن شهر بتنحل القصة. صار لي مدري كم شهر عم بسمع هالحكي.
تقولني انت شو بدك تشتري؟ شو ناقصاني؟ مكيف، الزباله عم يشتروا مكيف ونحن لسه عايشين على المروحه. لا تخافي، الناس ما راح تشك انه السيد العظيم لطش 10 ملايين اذا وطي صوتك، وطي صوتك. امري مو راح اسكت، راح اخرس كمان. انت وين عم تروح براتبك؟ ليش بقى؟ ما عاد حطيت ولا فرنك واحد بالبيت. اشتري مكيف، في مكيفات صيني تبع الطن. انت بس قليلي، لا انت تكون ضلوا مدكين على المصاري ولا مبسوطين فيهم هيك كل فتره بتعملوا اجتماع وتتباحثوا شو بدنا نعمل فيهم كيف بدنا نتقاسموا. وين يا مهوين؟ عند درس. تفضلي، وحده عندها 5 ملايين بالبنك، نازلت لي من الصبح تعطي دروس خصوصي. نزار حداد بده يطلع تقاعد بهالفتره. مين نزار؟ المدير العام. في احتمال انه ابوك يستلم محله. لك يا امي يا امي، هي شو العلاقه بهي؟ يعني ما فينا نقول نخترع انه توفى حدا من العيله واتكل لعند ربه وورثنا؟ معقول هذا الحكي؟ شو ست ساره؟ لا تطلعي فيني هيك، انا ما قلت له شيء. بدك شيء امي؟ انا رايحه عند الانسه نهى علوي، بدنا نتاخر شوي لانه هي عازمتنا على الغداء. والله وثقتي فيها للقصه وانا قلت لحالي نازله تكدحي. دخلي؟ اما نتلك عريس؟ اجا ما فكر كثير. كنت انه عم تشكر رح تروح فيها. ليش شو صاير؟ الا لأمك. الا ليش بدك المصاري؟ ليش شوفي شو صاير؟ ابنك علقان بوحدة أمها رقاصة عمرها 15 سنة. ما في شيء من هذا أمي، صار عندك بدي أمها رقاصة. لك يا أمي لا علقان ولا شيء، بعدين مو رقاصة مغنية. يا حبيبي لسه على قدرها و15 سنة، شو جنيت أنت؟ أمي عن جد ما في شيء. اقعد اقعد واحكي لي شو القصة. يلا خاطركم. الله يهمه. بنت رقاصة؟ ولك ترت وما لقيت غير بنت رقاصة. أمي عن إذنك أنا مستعجل ومطلقوزة. بعدين حدا قال لك اني انا رح اتجوزها، انا بحكي معاملي كمذيع معروف يعني في عندي علاقه ومضطر. لا تتفلسف وتقلي بحكم وبلا حكم، من هلا بتقطع اي صله فيها. ولك انت مجنون، هي اذا بتتهمك انه عامل معها شيء بتحطك بالحبس. لك يا امي هي مو من هي النوعيه، بعدين شو شو هي عامل معها شيء ومو عامل معها شيء؟ مو من هالنوعيه وبنت رقاصه؟ مغنيه امي مغنيه، بدها تشتغل بالاذاعه، بدها تواسطني، ما في بيناتنا شيء. بتكوني فكرتيها طابه وقت بيخطر لك بتزتيها وبترجعي بترجعيها. أنا ما زتيتها إلا إذا كنت ما زتيتيها؟ ما زتيتيها؟ كنا بعز دين الشتاء وكنت بتعرفي وضعي تماما كيف؟ كونك مقشطيني اللي فوقي واللي تحتي زتيتيها. إيه خلص خلص خلص، مالي جاي اسمع هالمسخرة. أنا جاي آخذ بنتي حبيبتي لانا والحضانة لإلي، وأنت بتعرف هالموضوع كتير منيح، فلشو هالحكي هلا؟ ليش بدك إياها؟ عشان تحطيها يوم عندك وعشرة أيام عند أهلك؟ لا والله. الحضانة إلك وما راح أعطيك إياها. وبيني وبينك المحاكم غيره. وشو رح تعمل دخلك؟ والله ما بدي اعمل شيء، بس ما عندي استعداد انت تبقى ببيت وحده اللي فايت فايت واللي طالع طالع. انا؟ وصلت فيك الوقاحه اوعك تستشرفي علي ابدا ها؟ اوعك. لانه هي السياره اللي جايبتيها من تعبك. عم بتشكك فيني انا؟ ايه شو بدك ترفع علي دعوه اني فلتانه لانه العطيوني سياره بالشغل؟ بعدين بدك العالم يحكوا على بنتك لولد ولدها انه امها كانت فلتانه؟ ما في داعي تبعي فوق راسها هيك. حطيها بايدك هلا بتفيقيها، واذا بدك مصلحتها عن جد بتنسي قصه الحضانه كلها من الاساس. اي لا مالي نسيانتها، وبيناتنا المحاكم يا سعد. انا منين جايب السياره انا؟ يلا شفي حطيها وخلصيني اطلعي مستعجل. ايه دبر لي دراده للانا بدي اخذها معي، ولا تخليني اروح على الشرطه وتصير للقصه ايدين ورجلين، بعدين تكبرها وترتعني وتكبرها. روحي على الشرطه والله اللي خليك تتبع سعد. اكثر من هيك صرت يندم على شو؟ وين عم تقعد؟ شكلك كلبي. صباح الخير. هلا صباح النور. ماذا؟ صوتكم كان عالي كثير، اضطريت اسمع. لا تنحرج مني كثير. ما انت اكثر واحد بيعرف شو كان وضعي معه. انا اسف مضطر استاذن. كل عام وانت بخير. لك شو صار بيناتكم؟ مثل المجنونة طلعت بالسيارة، كان دعست مدري كم ولا. جاي بالدلانة. ايه ممتاز. لا مو ممتاز. امتى اتفقتوا تاخذوا البنت منا؟ بعرف انا ما بتخيل انه يشبه دلانة، مستحيل اعطيها اياها. يا حبيبي الحضانة لأمها الا اذا تزوجت.
تصير الحضانة، هي على ما يبدو رح تتزوج باليومين. الله يعين هالبنت عليكم، شي انت بدك اياها شي امها بدها اياها، خلص يا اخي اعطيها لامها وخلص منها، بالنهاية البنت بحاجة امها. ماشي، شو بتحتاج من هيك ام دخلت؟ سعد مو انت بتقرر، هي امها. يا عرب ما في امها بتلحش اولادها. لك شو لحشتها ما لحشتها؟ يعني وين لحشتها؟ اعطتها لابوها. ليش كلكم صايرين عم تحكوا مثل ادهم بنفس المنطق؟ على سيرة ادهم، ايمتى بدكم تتصالحوا؟ مو حاسس انه الموضوع صار كله مسخرة بمسخرة؟ اصلا كله صفيان مسخرة بمسخرة. شو بدها هالكفا؟ ريما بعرف انك بالبيت، افتحي الباب. شو بدك؟ بدي اطمن عليك يا حبيبتي. زفت، ممكن تروح بقى؟ بدك افتحي الباب احسن ما اكسر فوتها. لك خلصيني بقى افتحي. والله بجيب لك الشرطة. ها الشرطة؟ طيب ريما بكره مثل هالوقت لشوف اذا ما بدك تفتحي. خلصني، ما عندي وقت، شو بدك احكي بسرعة؟ حديث طويل، خليني فوت احكي برواق جوا. رواق؟ شو بدك مني؟ كيف بدك تختصر؟ اي اختصرت مثل المره الماضيه، انت بتعرفي انت بدك تبلشي ولا بتحبي سكريك؟ شو صرت الشاشة البياضة تبعك؟ لا 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 هلا هيك بزعل كثير لانه كل شيء حرام. لك انا ما بدي منك مصاري كمان، ما بدي منك شيء، بوس ايديك حتى انهي بوس رجليك مشان الله اتركني معك. معلش ريما معلش، ابكي 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 ارتاحي. اسمع الفكرة، لا تنسي تبلشي بالدواء. اوعك اوعك تفكري تغيري بيتك او رقم تليفونك، لانه اذا اتصلت فيك وما لقيتك بتعرف شو رح يصير. لا شكلك اليوم انه انا ماني عارف فيك. مثل ما المهم انه اتفقنا. يلا باي. شو ما بتغيري ساكي هنا؟ بدك تعمل لي هيك مفاجآت؟ حذاري اليوم شو خيطت. كل ما اسمع حكي عنك من الناس اقول لا مستحيل، قريت تبسق فيي اكثر من حالي. انا وقت اعطيتك حريتك كنت متخيل انك رح تتحملي مسؤوليتها، كنت متخيل اني قدرت فهمك شو معنات مجتمع ذكوري يفرقه عن غيره. بس خساره ما عم تعملي غير اللي براسك. بس اخر شيء كنت اتوقعه منك انك تكذبي علي. انا بشو كذبت عليك؟ شو صدقتي معي؟ هيك لازم يكون السؤال. قلت لك تتجوزي طارق تجوزي، انا ما عاد عندي مشكله، هي حياتك وانت حره فيها. قومي اتصلي فيه وحددي موعد خليه يجي يطلبك مثل الخلق ما دامك فايتي وطالع على عنده. لا تكذبي، شفتك بعيني. أنا ما عملت شيء ما عملته أنت وماما. لا دخلتي الحابل بالنابل، هنيك شيء وهون شيء. بس تذكري إذا أخذك بيوم من الأيام رح تعيشي طول عمرك معه مذلولة، لأنك رخصتي بحالك وبكرامتك ورح تتطلقي. وإن شاء الله ما أكون عايش هذا اليوم. بابا أنا من الأول قلت لك إنه بده يجي وإنت اللي ما رضيت. إمتى قال له يجي؟ اليوم المساء. لك شو بدي أعمل؟ لك شو بدي ساوي؟ لك إذا مالك عرفاني إنتك وقاعدة عم تنططي فكري حالك عايشة بألمانيا.
ولك هون المرة إذا نحكى عليها بتنوسم وبتصير. روحي روحي تصلفي، روحي خلصي، روحي خلصي. قلو يجي اليوم بعد العيادة. يا وسهلا، شرفتي. يا استلم ايديكم. ولو مع السلامة، ان شاء الله هدول على 7 المساء خالي بيكونوا جاهزين ان شاء الله. اهلين، السلام عليكم. مع السلامة. هنادي يمكن عقلك قاعدة عم تبكي يا حبيبتي. خلص، اذا ما حكى اليوم بيحكي بكرة. شو بنا حبيبتي؟ هدول الاجانب الشغل عندهم جد، مو مثل عنا هون تسلاية. بس جد يعني ولهالدرجة يعني انا ما خطر لي انه معقوله ما يتصل فيني، معقول مو خاطر على باله يعني. انا ما عم اقول انه يجي، بس تليفون تليفون. ليكي شو قولك؟ خلاص يا ربي شو بدي اعمل؟ يا ستي انا لو كنت محلي. مرحبا. اهلا اهلا، تفضل. مرحبا مواطن، الله يعطيك العافية. بدي صور مشان جواز سفر لو سمحتي. تكرم عينك، تفضل. بس مستعجلة لهون، قديش بدهم ليطلعوا؟ يعني شي نص ساعة منيح. طيب اوكي شكرا. تفضل. الاستوديو دوري. شكرا. شو كنتي عملتي؟ ما رح اقول لك، ترجيني. كنت طلعت وراها على تدمر. جمال شو بده؟ حذري سارة؟ ايوه. وين طريقك؟ على البيت على المزة. شو رأيك وصل في حد يسحبك حاكيكي فيه؟ خير في شي ان شاء الله، ربي السميع العليم خير. تفضل. بتغسل ايديك؟ هلا اجيب لك مي. يلا يا حبيبي تايم. وين طالع من الصبح وتارك الشقة بقى؟ ليش امبارح مفضي الخزن اللي فوق؟ وهدول شو؟ كمان مفضيتهم. شو الحادث مأثر عليكي؟ مرحبا بابا. يعني انت ضروري كنتي تنزلي اليوم؟ اجليها شوي، نحن اسبوع زمان بنكون خالصين. هاي خلص تفضيت، شو في شغل؟ لسه في السقايف. اليوم بكونوا خالصين. غيره. نازل افرض ظهري الحاكم طق من كتر الغراب. الله يعطيك العافيه تاتي. هاتي ايدك، هاتي ايدك، هاتي عنك ايدك. لحظه لحظه. ايوه امسك لي ايدي. يلا. تسطحي ارتاحي. ايه بدي شبكي كلمه مو صغيره، بدها مساعده. بابا ما بعرف انها مالها صغيره، بس هي شو اشتغلت يعني؟ تفضل تفضل، لا تقلي مالك دريان. دريان دريان، اتصلتي بسعد؟ مو هو محدد الموعد؟ اتصلي فيه ذكريه. طيب انت موافق على حكينا؟ هلا بنحكي بنحكي. طيب شو المانع اني اسكن انا ونوار لحالنا ببيت؟ انا وكريمه من يوم يومنا ما بنتطايق، بل ها وجهت الراس، وهي انا عم بشتغل ونوار عم تشتغل، وساعد وبول حيساعدونا. بعدين بعدين بابا. طيب من بكره رح ادور على بيت منيح؟ سبق وحكينا بهالموضوع وقلت لك. تاتا كريمه ما بتخليني اتفرج على التلفزيون. انا من بكره رح انزل ادور على بيت. وقف على المراية رح توصل حكاية، لأنك من اللي تحت ولأنك شو ما بدك تنزل؟ المي باردة عليها، بس لا تسخن شوي. بدك تبللها راسها بالمي لبنتك، هلا بتجيها ضربة شمس. ها انا خلص رح سافر. لا لا بعيد، خلص خلص ناجن. خلص حطها لبنتك عند امها. انت ما بدك تروح بتشوفها يعني، مين رح يمنعها؟ بعدين لينا بتلاقيها من السما انك تروح تقعد معها. لا خلص قررت رح سافر. ايه سافر، بركي بيطلع عليك حكم غيابي وبتنحرم الرجعة كلها على بعضها. ما اعطيها اياها شو ما عملت، خليها تنام وتحلم. بس ما بدك. ليش هيك صاير انت؟ ليش شبني؟ دب بليد مئت فعلا، سمعنا شوي انا. يعني عم بتناغم مع الواقع المحيط. ليش صار معك مصاري بالبنك؟ ليش بدك تتدين سعاد؟ لا والله، بس عم بفتح معك حديث. حاكم القعدة معك صايرة بتهوي.
يعني لآخر السنة بصيروا شي 100,000 ليرة إذا ضليت عم بعطي دروس خصوصية. شو رح تعمل فيهم؟ بالوقت الحالي عم حاول لم عملة، أما شو بدي أعمل فيهم؟ والله ما بعرف، بس هي حطيت هدف لحياتي. هلا هذا كله بسبب هارموني؟ هلا أنت جاي على المسبح بس مشان تتشمس؟ والله غريب أنت يا سعد، كنت البس هالماية وقعود بالحارة كنت تشمس. دقلة أدهب ليش ما عندك إيدين وموبايل أنت ما تدق له؟ بدك تصالحه؟ ما في داعي تصالحه. قوم قوم ومنرجع على البيت أحسن. حاكم صاير القعدة معك مثل اللي قاعد مع لينا. مرحبا. أليك مرحبا. لك ليش فتت؟ مو شايف في مي بالأرض والبيت نظيف هلا بالجاجة كله؟ طيب خليني أجيب لك لفاية، ضروري تتعبي حالك وتهدي حيلك. هاي رياضة. رياضة؟ خليني أنزل على شي مكتب وصيلي طالع وحدة. لا تبع بس أبروك بجيب وحدة تقوم فيه. كذبوا حقيقة وتلاقوا بنفس